أنباء الساعة تغلق الآن في كل اللجان الانتخابية صناديق الاقتراع بعد انتهاء اليوم الأول من الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري بمصر الجديدة. وبدأت عملية التصويت. مشاهدينا كما نتابع على الشاشة التي أمامكم تغلق صناديق الاقتراع اليوم في اللجان الانتخابية المختلفة في عملية الاستفتاء في يومها الأول على التعديلات الدستورية. ومحمود إسماعيل مراسل النيل من طنطا ينضم إلي مباشرة. محمود، ما هي الإجراءات التي تتخذ الآن في اللجنة التي تقف بصددها في لحظات الغلق؟ نعم هبة، بعد التحية، يعني الآن بدأت بالفعل جميع اللجان غلق أبوابها أمام المواطنين لينتهي اليوم الأول من التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. فحقيقة الأمر يعني نسب الإقبال تفاوتت على مدار اليوم، حيث شهد صباح هذا اليوم إقبالا كبيرا بعض الشيء من المواطنين، ثم بدأت نسب الإقبال تقل شيئا فشيئا حتى حلول فترة الراحة التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات من الساعة 3 حتى 4 عصرا. بعدها عاود المواطنون يترددون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وشهدت نسب الإقبال بعد فترة الراحة أيضا إقبالا كبيرا بعض الشيء، إلى أن بدأت تقل حدته شيئا فشيئا. هذا عن المقر الانتخابي الذي أحدثكم منه الآن من مدينة طنطا بمحافظة الغربية. ولكن في باقي المراكز والمدن الأخرى بمحافظة الغربية، وهي تضم 8 مدن رئيسية لعل أبرزها طنطا والمحلة الكبرى وكفر الزيات وسمنود، يعني مدينة المحلة الكبرى يعني على سبيل المثال شهدت إقبالا كبيرا جدا من المواطنين في التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث خرج عمال شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للإدلاء بأصواتهم في مشهد مهيب. يعني كانت هناك يعني شبه مظاهرات حشدة في المشاركة فيما يتعلق بمشاركة المواطنين في الاستفتاء أو في التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. كل هذا يتم طبعا تحت تأمين كامل من قوات الجيش والشرطة، وكما هو معتاد يعني تأمين داخل المقر الانتخابية وتأمين في محيط المقر الانتخابية، وأيضا هناك دوريات متحركة تجوب شوارع مدينة طنطا للاطمئنان على سير العملية الانتخابية. أيضا المحافظة الغربية من جانبها كانت قد أعدت غرفة عمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية ومتابعة كل ما يحدث في أنحاء المحافظة، حيث أفادت الأنباء الواردة من غرفة عمليات المحافظة على مدار هذا اليوم سير العملية التصويتية بصورة طبيعية دون أي معوقات. أيضا هذا المقر الانتخابي شهد توافد عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات والمنظمات الحقوقية، من بينها وفد من جامعة الدول العربية حضر إلى هذا المقر لمتابعة سير عملية التصويت في الاستفتاء، ولم ترصد أي خروقات تعوق سير عملية التصويت. الآن وبعد أن أغلقت صناديق الاقتراع، وبالتحديد يعني هذه اللجنة التي أحدثكم منها الآن لجنة رقم 3، انتهى التصويت بالفعل. ولكن ينضم إلينا السيادة المستشار باسم زيدان رئيس اللجنة الفرعية رقم 3 هنا بمدينة طنطا. سعادة المستشار بنرحب بحضرتك. يعني بعد أن انتهى اليوم الأول من التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، كيف رصدت نسب إقبال المواطن؟ هي النسب بالنسبة لأول يوم فتعتبر نسب مرتفعة، يعني احنا تقريبا دخلنا في 700 كده، حاجات كده يعني بالتقريب يعني، وكان اقبال كثيف النهارده بصراحه يعني. طيب
طيب هل كانت هناك اي معوقات امام عمليه التصويت؟ لا لا، كل حاجه كانت ميسره، وعشان خاطر الناخب يدلي بصوته بكل اريحيه، يعني ما فيش اي معوقات قابلناها. طيب معلوم ان الهيئه الوطنيه للانتخابات قدمت تيسيرات وتسهيلات للمواطنين خاصه ذوي الاحتياجات الخاصه. بالفعل هي دي يمكن ارقى حاجه شفتها انا النهارده، ان كان دايما على مستوى الانتخابات الفائته كان بيحصل ان لو فيها احد كفيف بيجي يدلي بصوته لازم بيبقى معاه مرافق ليه. الهيئه الوطنيه للانتخابات المره ديت عملت حاجه راقيه جدا، ان هي عملت حافظه بطريقة برايل بحيث ان الكفيف يقدر بنفسه يصوت او يبدي رأيه بنفسه من غير تدخل من اي حد او مرافق او كده، ودي حاجة رائعة بصراحة. يعني طبعا دي واحدة من ضمن التسهيلات اللي قدمتها لها وطلعت. تمام، فعلا فعلا، غير كده كل الامور تمام، الجهات كلها كانت موجودة بحيث انها كانت بتوفر كل حاجة، ان كانت الاضاءة المية كل حاجة يعني كانت ميسرة بصراحة النهاردة الحمد لله. شكرا جزيلا. موضوع التأمين كان برضو كان في تعاون ما بين قوات الجيش والشرطة في تأمين العملية الانتخابية، وربنا يعدي إن شاء الله اليومين الجايين على خير بأمر الله. شكرا جزيلا سعادة المستشار. شكرا هبة. هكذا انتهى اليوم الأول من عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية هنا بمحافظة الغربية. الأمور صارت بصورة طبيعية، لا توجد أي معوقات أو خروقات تعرقل سير العملية عملية الانتخابية، وذلك في ظل التسهيلات التي قدمتها محافظة الغربية، وذلك بالتنسيق مع المديريات والأجهزة المعنية سواء كان مديرية الشباب والرياضة أو الصحة أو التربية والتعليم أو التضامن الاجتماعي. كان هناك تكاتف كبير بين كافة وتنسيق بين كافة الأجهزة المعنية لتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة للمواطنين حتى تخرج عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بصورة مناسبة. نعم. دون أي معوقات. ايضا يعني اخيرا اود الاشاره الى انه كان هناك يعني مسيرات قبل يومين في شوارع مدينه طنطا تدعو المواطنين للمشاركه في عمليه الاستفتاء، وهذا امر محمود لا باس به، يعني المحافظ نفسه كان على راس احدى هذه المسيرات، وباعتبار يعني المشاركه في مثل هذه الاستحقاقات الدستوريه يعني هو حق دستوري لكل مواطن، ايضا هو واجب وطني على كل مواطن، كل من يشعر بشيء من المسؤوليه تجاه هذا الوطن. نعم بالطبع، انتهى اليوم الأول فعليا في عملية الإدلاء بالأصوات على التعديلات الدستورية في هذا الاستفتاء، ولكن يتبقى غد وبعد غد. أشكرك محمود إسماعيل مراسل النيل من محافظة الغربية وتحديدا من مدينة طنطا. ننتقل إلى محافظة سوهاج مع زميلي أحمد سعد الدين من هناك. أحمد، طلعني على الصورة في ساعات الغلق التي مر عليها ربما ما يقرب من 10 دقائق الآن. يعني بالفعل معكم من مدرسة لجنة الثانوية العسكرية مقر اللجنة الثانية بمحافظة سوهاج، وانتهى اليوم الأول للاستفتاءات على الدستور بمحافظة سوهاج، ويعني قام السيد المستشار رئيس اللجنة بعمل محضر لغلق اللجنة، قام بالإمضاء عليه هو ويعني قائد الحرس هنا من القوات المسلحة. و نرصد معكم الآن عملية الغلق التي يجريها سيادة المستشار أحمد ناصر رئيس اللجنة الثانية لمقر اللجنة الثانوية العسكرية. سيادة المستشار، يعني عايزين نتعرف من حضرتك آلية الغلق وطريقة الغلق وتأمين عملية الغلق. هو بنقفل صندوق بقفل بلاستيكي من لي مسلسل بنثبت المسلسل في الرقم، بعد كده بنتجه بره بنقفل الأوضة بقفل وقفل بلاستيكي تاني، على اساس بكره اول ما نيجي نتاكد من سلامه الاقفال ونبدا عمليتنا التصويتيه تاني يوم ان شاء الله. يعني هل في تامين القوات المسلحه لتاني يوم؟ يعني هل هذا القفل يعني بالفعل يعني مؤمن بطريقه كافيه ولا يعني يستطيع احد ان يفتحه؟ لو اتفتح بيكون متقص يعني ما يتفتحش. يعني عايزين نتعرف من حضرتك الاجراء اللي بعد غلق هذا الصندوق وماذا سوف يتم؟ اللي بقفل بلاستيكي تاني والقفل بتاع الاوضه. التشميع بيكون ازاي يا فندم؟
بس لا هو من غير تشميع، هو احنا بنقفلها بالقفل البلاستيكي، والقفل في قفل بيكون مفتاحه معايا. بس بيكون مع حضرتك بس. بس يعني احنا مستمرين معاكم في غلق هذه اللجنة وغلق مقر هذه اللجنة من مقر اللجنة الثانية بمدرسة الثانوية العسكرية، وانتهى اليوم الاول للاستحقاق الدستوري والاستفتاء على هذا الدستور في محافظة سوهاج، وما رصدناه خلال اليوم يمكن النسبة التصويتية داخل هذه اللجنة مقر اللجنة الثانية بمدرسة الثانوية العسكرية وصل الى 20%، وهي نسبة تعد نسبة يعني كبيرة أو فوق المتوسطة داخل محافظة سوهاج، نظرا لأنه أول يوم، ومن المنتظر خلال الفترات القادمة في غد وبعد غد أن يكون هناك توافد أكثر من ذلك وأن ترتفع النسبة داخل محافظة سوهاج. أيضا يعني القوات المسلحة تؤمن هذه اللجنة من الخارج بمصاحبة يعني قوات الشرطة، يعملان كتفا إلى كتف، وأيضا يعني مؤسسات المجتمع المدني ولجنة حقوق الإنسان، لجان حقوق الإنسان في محافظة سوهاج تتابع سير العملية الانتخابية وعمليات الغلق وتأمين المقار الانتخابية داخل محافظة سوهاج. وبالفعل قام سيادة المستشار بغلق هذه اللجنة ويبقى معه القفل، ويتم تشميع هذه اللجنة أو قفل غلق هذه اللجنة بهذا القفل البلاستيكي، وله رقم مسلسل، هذا الرقم يعني يسجله سيادة المستشار في المحضر الخاص بالغلق، وبعد ذلك يعني يتم فتح هذه اللجنة غدا بمشيئة الله، ويعني سوف تبدأ العملية التصويتية من جديد على الاستفتاء على الدستور، ويتم التوافد من جديد، ومتواصلين معكم غدا بمشيئة الله وبعد غد في متابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور بمحافظة سوهاج. إليك هبة. أشكرك أحمد سعد الدين من محافظة سوهاج على هذه الصورة. بطبع متابعتنا الإخبارية ستبدأ معكم باكرا منذ 9 صباحا في كل ربوع مصر. أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمدرسة الشهيد مصطفى يسري بمصر الجديدة. بدأت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية في الداخل من 9 صباحا واستمرت حتى 9 مساء. هذا وقد توافد الناخبون على مراكز الاقتراع في جميع محافظات مصر فور فتح أبوابها في أول أيام التصويت على التعديلات الدستورية. كما أدلت السيدة انتصار السيسي قرينة السيد رئيس الجمهورية بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية والتي أقرها مجلس النواب واجب وطني يجب أن يحرص عليه الجميع ليعبروا عن رأيهم بحرية تامة في مناخ ديمقراطي كامل. ودعا مدبولي خلال الإدلاء بصوته اليوم جمع المصريين ممن لهم حق الانتخاب لممارسة حقهم الدستوري كرسالة للعالم تعكس مناخ الاستقرار والديمقراطية بالبلاد. أغلق سفير مصر لدى الكويت طارق القوني أبواب اللجنة الانتخابية في ختام اليوم الثاني على التوالي في عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين في الخارج، وذلك بعد مد التصويت لنحو 30 دقيقة. هذا ويواصل المصريون في الخارج لليوم الثاني على التوالي التوافد على مقر اللجان الانتخابية للتصويت في الاستفتاء على التعديلات المقررة. وتستقبل البعثات المصرية المواطنين للتصويت في الاستفتاء اعتبارا من 9 صباحا وحتى 9 مساء بالتوقيت المحلي لكل دولة. وتجرى عملية التصويت في 140 مقرا انتخابيا ب 124 دولة يتواجد بها المصريون في الخارج.
نهاية أبرز الأخبار، لكن متابعات قناة النيل الأخبار دائما مستمرة معكم على مدار الساعة. ريهام، رجائي بعض لحظات والكثير من المتابعات حول اليوم الأول في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.